إذا تقصى مرايا تتكلم مرايا تتكلم. بسم الله. اليوم بعد مظالم يعني تحكيمية يعني الكبيرة ولت مؤامرات ولت دسائس ولت تحالفات ضد جمعيات وضد يعني جمعيات ضد قوى فريدي بقفصة، هياكل رياضية اليوم تتحالف على قفصة، اليوم ما ساعدهمش القوافل عملت نقلة نوعية في اللعب، اليوم القوافل يعني تنجم تقارع أي فريق، القوافل الفريق الوحيد ظهر لي اللي قاعد يسجل في كل مقابلة، القوافل اليوم تملك أحسن مهاجم أجنبي، اليوم القوافل تمتاز يعني بوجود ملاعبية عندهم كعب عالي ياسر، اليوم القوافل تمتاز في المرحلة الثانية نحكي بطريقة لعب ممتازة قلقت برشا إيكيبات، ومنهم خاصة نحكي لك على المقابلة الثانية، اليوم القوافل مقدورها باش تمشي لطوال وتربحها، في مقدورها باش تربح الترجي الرياضي، واضح يعطيك الصحة. أنا نأكد لكم القوافل بالصفة هذه وهذا الشيء اللي خلاهم مرضى اليوم، القوافل مع زوز انتدابات الثلاثة العام الجاي تلعب على المرة الأربعة الأولى، اليوم ثم سياسة ممنهجة باش يطيحوا القوافل، اليوم سياسة الجري والأعضاء الفازين في الجامعة التونسية عندهم شعار واحد اللي هو نطيحك نطيحك، اليوم ثم شعار احنا نحسوه وحنا نقروه ونقرو بين السطور، اليوم الجري والأعضاء الفازين في الجامعة التونسية وفي الرابطة عندهم شعار قفصة نطيحك نطيحك، وحنا نقولوا له يا وجير جري قفصة لهنا باش تكون نهاية المكتب الجامعي الفاسد، قفصة في قفصة لهنا باش تكون نهاية المنظومة التحكيمية الفاسدة، واضح جواب مسكر من فلاقة قفصة من فلاقة قفصة من جماهير قفصة من جماهير قفصة الأحرار، نقول له يا جري يا وديع جري بكل فخر واعتزاز قفصي والقفصة الحرة قفصة قفصة سامح لي قفصة قفصة وليلة الرجال قفصة مساء الرجال، اليوم تقول لك يا وديع الجري ستوب وديع الجري اليوم نهايتك في قفصة، ومن حقنا ثم من حقنا ثم من حقنا باش نلعبوا المقابلتين المقابلة الجاية بالجمهور، ومن حقنا باش نطالبوا بتحكيم أجنبي، اليوم علاش ثم فنظومة فساد اليوم ثم منظومة فساد موجهة للقوافل الرياضية بقفصة، لا سكوت يا وديع الجري. إذا تقفصة مرايا تتكلم مرايا تتكلم.